في الدور التاني شقة خمسة سكن رشدي. رشدي نفسه صيف وسمع مهرجان العالمين، فراح دخل على تذكرتي، لقى الحفلة اللي عايز يروحها والبدل اللي بعرفش يلعبه والبطولة اللي نفسه يكسبها، فسخن رشدي وقرر يروح. فراح قايل لمامته يلا. على دخلة أخته نانا سمعت، كلم خطيبته ما ردتش، فماما ما سكتتش. يا أشواجندا نزل الجري. فيه إيه؟ وإزاي وليه وإحنا فين يعني؟ كده تنسى طنط أشواجندا يا رشدي. فأخته سألت هي خالته فين؟ فخالته وصلت وجابت معاها سهى، سهى جابت بودي، هو تحت السن بس سهى اتصرفت يعني قبيلة. زوزو بقى ضحكت، فرشدي زعق، قامت نانا مشيت. كده بقينا سبعة من غير نانا، فخطيبته عرفت، فنانا رجعت بقى معاها يايا ونحمد وياس. كده بقينا 11. رشدي يعني اتوتر كده وبص لقى 11 بيكلموا 20، وال20 بيجيبوا 30، كلهم بقى عايزين تذاكر. الدنيا كبرت عليك يا رشدي. بس بص من الاخر كده، لو عايز تروح مهرجان العالمين والعدد زاد حبتين، احجز من على تذكرتي التيكت اللي تحبه بخصم 10% على التذاكر المجمعه من اول 4 تذاكر لغايه 10، ولو العدد اقل استخدم برومو كود العالم عالمين وهتاخد خصم برضه. مهرجان العالمين، العالم عالمين.